الفراخ ما ادونيش فرصه ان انا يا جماعه هي التربيه صعبه كده مع الفراخ ولا ايه؟ جعانين جدا. يلا يا جماعه اعملوا لايك عشان نكمل الفيديو مع بعض. اهم حاجه اللايك، ما تنسوش اللايك. يلا رمضان كريم. ايه المشكله اما اسمي كل فرخه باسم؟ فين اللايك يا جماعه؟ انتاج سطحه مس مروه ما شاء الله. اللايك بقى يا جماعه عشان نكمل الفيديو مع بعض. وهو صراحه فيديو مبهج كده، اما بطلع الاقي الحاجات والاقي انتاج البيت والاقي الحاجات دي كلها ما شاء الله، اللهم بارك. يعني رمضان كريم يا جماعه، وكل سنه وانتم طيبين. بصوا انا بقيت مش قادره ان اول حاجه اعملها من اي مكان انا فيه او اي حاجه، لازم اطلع على السطح الاول اشوف انتاج بخير البلد، خير السطح. حلو خير البلد تمشي برضو، خير السطح بتاعي اللي انا عملته. التجربه سهله مش صعبه، مفيش حاجه اسمها صعبه. انا واحده مش بعرف ازرع ولا اعمل حاجه، بس طبعا بحثت وشفت قنوات، زي مثلا قناه توفر في بيتك منوعات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رمضان كريم يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. بصوا انا كنت بايته بره البيت، بقيت حاسه ان انا مش عايزه اكمل اليوم وعايزه اجي بالليل عشان اطلع على السطح. حلوه تجربه زراعه السطح، حتى لو انت ما عندكش امكانيات او مش بتعرف تعمل اي حاجه. انتوا متخيلين النهارده البيت ده انا اخدته من الفراخ، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني متخيلين ده الجرجير اللي انا زرعته وانا ما بعرفش ازرع؟ انتوا متخيلين ان مفيش حاجه اسمها صعبه، مفيش حاجه اسمها انا مش عارف هبدا ازاي؟ ابدا وحب الحاجه هتلاقي الحاجه بتديك كويس جدا. فين اللايك ده؟ يلا انا عايزه لايك وتشجيع كتير كده عشان ربنا يكرمنا جميعا يا رب، وان القناه توصل وان التجربه توصل. لا يعنيني اي حاجه من القناه قد ما ان التجربه توصل، وان فعلا لازما نشتغل على حالنا، لان زي ما قلت وهفضل اقول اللي مش هيعرف يربي ويزرع مش هيعرف ياكل. انتوا متخيلين ان انا كنت بشتري البيض، طبعا البيضه دلوقتي بخمسة جنيه ما شاء الله. يعني انا لو كنت اشتريت البيض ده النهارده ادي 1 2 3 4 5 6 7 بيضات في 5، يعني حوالي 35 جنيه. انا وفرت ليا النهارده 35 جنيه عشان حاجه بسيطه خالص، عشان فرختين اشتريتهم وبسيب البيت يتجمع على بعضه وبعدين ايه انزله في وقت احتياجي. الحمد لله، يعني ده فضل ونعمه من عند ربنا. ما فيش بقى حاجه اسمها لا انت ما تعرفيش. ناس كتير بيقولوا لي انت ازاي بقيتي بتعرفي تزرعي كده وانت ما كانش ليكي في الزراعه والحاجات ديت؟ لا، عندي هدف، في هدف اللي انا ماشيه عليه، اللي انا لازم ازرع وانتج واجيب عشان اوفر في بيتي كل احتياجات. هو انت محتاجه علشان توفري لبيتك احتياجاته في الوقت الحالي؟ كلنا والله محتاجين. لا يعنيني اي حاجه من القناه قد من ان التجربه توصل وان الناس فعلا تكررها وتشتغل على كده. اي حاجه ان شاء الله، لو عايش في شقه ما فيهاش سطح، ناس كتير مأجره، ممكن تعمل في البلكونه، تزرع البلكونه. مساحه الجرجير دي مش واخده ياما، بس بسم الله ما شاء الله جايبه كتير جدا. كل يوم كده بقول انا كنت بايته بره، اول حاجه لا اطلع على السطح. مش مهم في اي وقت، ملهوش وقت معين معايا، الصبح ولا الظهر ولا كده. بسم الله ما شاء الله كل يوم بشوف الطماطم. انا اكتر حاجه مستنياها دلوقتي فعلا ان ايه الطماطم ما شاء الله، الفلفل، كل حاجة ما شاء الله. انا مبسوطة قوي بالتجربة يا جماعة، لدرجة من كتر ما انا مبسوطة فعلا، نفسي فعلا الناس كلها تجربها وتعملها. بسم الله ما شاء الله، شوف الطماطم عندنا بقت حلوة ازاي. يعني ما شاء الله ما كملتش، يعني تقريبا احنا زرعينها ما كملتش اسبوعين، ما كملتش اسبوعين. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. يعني حلو، والبتنجان اهو بسم الله ما شاء الله. يعني البصله دي كانت مرميه والله العظيم يا جماعه، زرحتها بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. يعني الطماطم، بتنجان، الشجره دي بقى الباشن فروت زي ما بيقولوا كده، هي فعلا بسم الله ما شاء الله خضرت اهيت وبقت جميله ما شاء الله، ما كانتش كده اول ما جت، ومخضره كمان من الجدره اهيت بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. تجربه جميله قوي. حتى كمان التوت اللي احنا زارعينه ما شاء الله بدا يعمل ورق اهوت. كل حاجه مع الصبر بتطلع وبتبقى جميله، وما شاء الله يعني عليها. المهم ابداوا واشتغلوا على حالكم
عشان تلاقوا عندكم حاجات في البيت. دي رسالة انا بقدمها لكل ست وكل راجل. الوقت مش محتاج اللي احنا نقعد نفكر كتير احنا هنعمل ايه وناكل منين ونشرب منين. طبعا الكتاكيت الحلوين دولت ما شاء الله، اللهم بارك يا رب، هياكلوني جعانين يا كتير. لا 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 مش عارفه افتكر انت ده عايزين بيعدوني. عايزه احط لكم اكل طيب، انا عايزه احط لكم اكل طيب. طب ادوني فرصه احط لكم اكل. انت رايح فين انت؟ انت رايح فين؟ انت رايح فين؟ رايح فين؟ رايح فين؟ يا حرام مالكوا جعانين كده ليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ادوني فرصه احط لكم حتى شويه اكل هنا. خفي ايدك، تعالى تعالى، خش 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 خش. ما ادونيش فرصه احط الاكل في السقايه بتاعتهم صراحه، عشان انا كنت بايته بره وهم جعانين جدا، يعني العيب مني انا. الفراخ اللي مش بتكبر دي مش عارفه هتكبر امتى. عايزه امسك فرخه. انا نويت اسمي كل فرخه باسم، كل فرخه باسم من ناس صديقاتي يعني، عشان اللي هتعمل مشكله ان شاء الله انا هعاقبها. وهم فرحانين قوي ما قلت لهم ان انا عندي فراخ وفرحانه بيها وهسمي كل واحده باسم. ماشي. الشقيه بسميها على اسم الصديقه بتاعتي اللي تبقى صعبه وشقيه، والناس الهاديين الجمال كده برضو مسمياهم ايه اسماء. الفراخ دي هعرفكم على كل واحده اسمها ايه، زي ما قلت لكم ده هي انا مسمياها، يغزي مسمياها نوسه، نوسه نوسه صاحبتي ما شاء الله عليها، دايما كده عضاطه وما اقولكوش يعني، عشان كده انا سميتها وقلت لها انا سميت فرخه عندي نوسه على اسمك، علشان هي شقيه صراحه زي كده. شقيه اول ما تدخل على الفراخ لازم تقعد تعضي فيهم، مش عارفه ايه السبب يعني. الفراخ الصغيره طبعا ده مش هسميهم لان انا اصلا زهقانه منهم، زهقانه منهم جدا جدا. والهاديه الكوت بقى مسميها عواطف على اسم واحده صديقتي بقى صاحبتي وحبيبتي، لانها هي صراحه هاديه ورقيقه كده، فانا مسميها على اسمها عواطف ما شاء الله. اللهم لك الفراخ عطشانين جدا، عطشانين بطريقه صعبه، بس الحق عليا يعني انا اللي سايباهم عطشانين. عايزه انقلهم النهارده وادوهم خزانه تانية احنا عملناها جميله ما شاء الله، الخزانه اللي فيها الفراخ الكبيره، لان دي اصبحت ضيقه عليهم جامد وانا عايزاهم يبقوا في حته واسعه، بس مش عارفه بقى ما يتحطوا مع الفراخ الكبيره. اللهم صل على سيدنا محمد، حطوا على الفراخ الكبيره، الفراخ الكبيره هتعضهم ولا ايه؟ بس دولت انا كنت خايفه منهم في الاول، وكنت خايفه ان هم الفراخ الكبيره تعدي الفراخ الصغيره، بس في النهايه بسرعه تأقلموا كده ما شاء الله عليهم، وبقوا مع بعض زي الفل، بقوا اصحاب وبقوا بياكلوا مع بعض. اول مره جبتهم حطيتهم مع بعض كانوا بيعضوا بعض، بالذات نومسه دي كانت ماسكه الفراخ كلها عض 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 عض. الفراخ الصغيره دي هتموت وتتطلق على السطح، ومش عارفه لو طلقته يعني، انا لو طلقتك كده على السطح هتيجي؟ ها هتيجي تدخل لوحدك ولا ايه؟ ولا صعب؟ يلا خش كده، برافو، اتعلم السكه. ما شاء الله عليك بقى ذكي دلوقتي ان شاء الله عليهم، يعني دلوقتي لو مسكت دي بقى يا ربي، ده نوسه هاديه جنب الفرخه دي. ده بقى الفراخ اللي اسمها الفراخ الفيومي، الفراخ الفيومي دي بيقولوا ان هي اجود انواع الطيور اللي هي الانتاج للبيض، اكتر من الهجيني. اما جبت الهجيني ما كنتش عارفه ان هو هيبيض ولا لا، فقالوا ان الهجيني ده يعني فراخ للاكل تشيل لحم كده، لكن الفيوم اللي زي ده يبيض كتير. وبرده صححوا لي المعلومات لو عندي معلومات خاطئه ولا حاجه. اما قالوا ان الفراخ الفيومي بتبقى ما شاء الله يعني اللهم بارك بتجيب بيض، عادت اشتريت مع الراجل، الراجل عطاني الواحده بسم الله ما شاء الله جميله خالص، وبسعر مناسب جدا لاي حد يعني، مش غاليه ولا حاجه. ما تسمولي دي يا جماعه اسم،
انها فعلا برضك صعبه، عشان انا صاحبتي نوسه سميت الصعبه الثانيه الكبيره نوسه، لكن دي بجد بجد برضك من الفراخ الصعبين برضك جدا، صعبين في الاكل وصعبين في كل حاجه. بسم الله الفراخ حاسه ان الفراخ دي بقى تبقى كبيره اهيت، يعني ممكن في ناس بتحب الفراخ الشامور تتذبح في السن ده. كانوا جعانين عشان انا كنت سايباهم بره وبيته بقى. رايحه فين انت؟ رايحه فين؟ 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 رايحه فين يا عم؟ يا ربي على الفراخ البيت دول اشقيه، هما شكلهم عطشانين لما اجيب لهم ميه. احسن حاجه بقى المكان، احسن حاجه بقى ان الميه جنبي كده. الخزان ده بقى السقاية، يلا خدوا اشرب، شكلكوا هتشيني. مش عشانين بس، ده ميتين من العطش. دايما الفراخ الصغيره دول تجري على اي حاجه سواء اكل او شرب. تعال انت رايح فين؟ انت رايح فين؟